خلف أسوار هذا المبنى نسجت حكايات أبطال تحدوا إعاقتهم وأسروا على ممارسة الرياضة. أشخاص رغم تباين حدة إعاقتهم إلا أن الإرادة وحدتهم، وكذا شغف مزاولة الكرة الطائرة ولو زحفا على الأقدام. حميد من بين هؤلاء، جرب على مدار 12 سنة مجموعة من الرياضات ليستقر اختياره في النهاية على لعبة الكرة الطائرة التي أبلى فيها بلاء حسنا ليقع عليه الاختيار لتمثيل المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة في بطولة العالم عام 2008. الرياضه ديالنا كتبغي تحدى الاعاقه، يعني كنتزاولوا جميع الرياضات بالنسبه للكره الطائره كالباسكت. المهم قالك بغينا نحدوا الاعاقه ديال المعاق، وكنبغي نوصلوا لواحد الدرجه لان المعاق خصو ضروري رياضه. لعبت مع المنتخب، شاركت مع المنتخب في 2008، لعبنا مع الجزائر وتونس وليبيا وزنا بطوله العالم، والحمد لله مشينا شاركنا وحمرنا بالجهه وزينا الترابو ديال المغرب. وهذا شيء، هذا هو المهم ديالنا، يعني بغينا نبينوا المعاق بانه ما يبقاش محدود او نقولوا ما يدير شي حاجه، يعني خصو يبين، خصو شي حاجه اللي يشوفوا يقول ما كاينش. يعني واخا تكون واحد الاعاقه لان شي حوايج، شي ناس ما تيقدوش يتحركوا وتيلعبوا الرياضه، كيلعبوا ديك البوتشيا، يعني ما كتلقاه ما كيتباراليزا ولا والو، كتشوف اي معاق زعما كيتحدى الاعاقه كنفرحوا ليه. عز الدين هو الاخر دفع به عشق مزاوله الكره الطائره الى القدوم منذ حوالي السنه من الحي المحمدي، حيث يقطن الى هذه القاعه المغطاه المتواجدة بعين الشق، حيث ذأب على التمرن رغم قلة الإمكانيات. الناس كما قلت لك ما كيبغوش يمارسوا الرياضة، كاين دابا الفئة اللي كتلعب دابا قليلة، يعني ديما كتمارس لمدة ديال 7 سنين 8 سنين، فهمتي؟ يعني ما كاينش الجديد. دابا كتقول لي جيت دير الرياضة ديال الفولي، تيقول لك اش غنستافد من الفولي؟ دابا أنا كنجي من الحي محمدي، علاش؟ حبا في الرياضة. اللي كنطلب من الناس المسؤولين وهو يعطيوها شويه الاهتمام هاد الفئه ديال المعاق والرياضه بصفه عامه، لان كاين الناس باغين يحققوا شي حاجه، باغين يعطيو شي حاجه، ولكن ما عندهمش امكانيات باش يوصلوا لهاد التحدي هذا كما تنقولوا. يرجع الفضل في مزاوله حميد وعز الدين وغيرهم من الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه للرياضه لأناس تقاسموا معهم نفس المعاناه وتجرعوا مراره الاعاقه الألم وقسوة التهميش، ليبادروا سنة 1986 بتأسيس جمعية احتوت عددا من الرياضيين والأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة للجمعية الرياضية البيضاء والأشخاص المعاقين، فتاريخ ديال التأسيس ديالها ترجع ل 1986 بدار الشباب الزرقطوني، اللي هو المقر الرئيسي ديالها. وجات فكره التاسيس بعد واحد مجموعه ديال الاشخاص المعاقين، وبالاخص واحد السيده اللي جات كان عندها شلل نصفي وجات من فرنسا وكونت هذه الجمعيه اللي بقات دابا صامده حتى الان، مع العلم ان مشات هذيك السيده وجاو ناس تعاقبوا عليها، تجدينا المشعل حنايا. والمنخرطين عندنا في الجمعية حوالي شي 65 منخرط، كلهم تيمارسوا الرياضة بما فيهم الإناث والذكور. بقدم واحدة بعكازين أو فوق كرسي متحرك، أسر هؤلاء الأبطال على تحدي إعاقتهم ومزاولة الرياضة، مجبرين بذلك كل من رآهم على التصفيق لهم بدل نظرة الشفقة.